احنا المركز فيه خبرات كبيرة ومتعددة ومحترمة. احنا حريصين في الانتاج الحربي ان احنا نستفيد من الكوادر العلمية اللي موجودة. احنا في بيننا وبين بعض تعاون في مجالات كثيرة، في بنستفيد من نتائج الابحاث بتاعتهم، سواء كانت ابحاث أساسية في علوم أساسية أو أبحاث تطبيقية، عشان نصل إلى النموذج الصناعي نتيجة هذا البحث، وبحيث يصل بعد كده بقى إلى الإنتاج الكمي في المصانع بتاعتنا. إحنا خدنا خطوات كويسة جدا في هذا المجال، وإن شاء الله هنعلن عن تفاصيلها قريبا بإذن الله. شكرا.